مضيغم جاء رياح القيسي العابد المعروف الكبير جدا يسأل عن أبي بعد العصر، فقلنا إنه نائم، فقال أنوم هذه الساعة؟ حد ينام دلوقتي؟ هذا وقت نوم. ثم ولى منصرفا، أظن ما بنقولها كلنا دي، ثم ولى منصرفا قال فأتبعناه رسولا وقلنا له ألا نوقظه لك. رياح القيسي بنفسه يسأل على أبي، فبعدت وراه رحت قلت له روح قول لرياح القيسي ممكن أصحه لك. فالرسول راح وغاب، وجالهم بعد زمن، هو انت كنت فين؟ شوف بقى بعد غابة. فجاء الرسول وقال هو اشغل من ان يفهم عني شيئا. رحت عشان اكلمه لقيته مشغول جدا. طب مشغول في ايه بقى؟ شوف ما مشغول في ايه. قال ادركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه يقول اقلت وقت نوم من هذه الساعة؟ افكان هذا عليك؟ انت ملك، أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم. تتكلمين بما لا تعلمين؟ أما إن لله علي عهدا لا أنقضه أبدا، لا أوسدك الأرض لنوم حولا. هقعد سنة مش هنيمك في الأرض أبدا، تنام وانت قاعد كده.